للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. يا الله، لا تجعل للقلق سلطانا علينا، ولا تجعل القلق يقود سعادتنا، ولكن هب لنا بصلاتنا ودعائنا حصنا منيعا من القلق، واجعل شكرنا طاعة لنا، وهب لنا السلام الداخلي الذي يحصن قلوبنا وعقولنا يا رب العالمين. أدعوك اللهم من كل قلبي، وأطلب منك أن تحررنا من قبضة العادات السيئة في حياتنا. يا الله، أعلم أنك أكبر من همي ومن حزني، وأكبر من عدوي، وأكبر من نفسي الأمارة بالسوء. ساعدني في التغلب على أي عادة سيئة يا رب العالمين. وإحنا صغيرين كان من أوائل السور اللي بنحفظها سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. إن حيوان معين يذكر في القرآن بحس إن فيه حكمة ما، مش مجرد كده يعني قصة من ضمن قصص القرآن، لا، في حاجة تانية. وده فكرني إن في عهد سيدنا أبو بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل، لما انتصر القائد العظيم خالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة قط، هزم الفرس، وكان من غنائم الغزوة فيل. وما كانش العرب شافوا فيل قبل كده من عهد أبرهة الأشرف، يعني من عشرات السنين قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، في حادثة هدم الكعبة الشهيرة اللي نزلت فيها سورة الفيل. فأمر سيدنا أبو بكر قائد الفيل إنه ياخد الفيل ويطوف به في الطرقات. فكان بعض النسوة مستغربين جدا جدا، يا الله، إذا من خلق الله ولا من صنع فارس؟ فالفيل في حياتنا بحس إن هو كده يعني امتداد لحيوانات ما قبل التاريخ زي الماموث والحاجات دي. وانا شخصيا عندي هوس بالفيل، بحبهم جدا جدا، الفيلة، من لما كنت صغيرة يمكن عندي 4-5 سنين، ورحت حديقة الحيوان في القاهرة مع خالي، وكان يوم لطيف قوي، وكانت الفيلة والدة فيلة صغيرة وسموها نعيمة، وكنت وأنا طفلة صغيرة مستغربة إزاي إن دي بيبي، يعني بيبي فيل بس كبيرة قوي كده. ليه أنا بقول لكم الكلام ده؟ بقول لكم الكلام ده لأن أنا لما كنت بفكر في عاداتنا السيئة، وأنا عندي عادة إن أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى يقدرني على كل حاجة، بدعي زي ما بتكلم كده كأني بتكلم مع حد قريب مني.
وتذكرت كتاب قريته عن التغيير وصعوبة التغيير، وهو ده اللي أنا عايز أكلمكم عنه النهاردة. التغيير صعب جدا حتى للناس العفوية التلقائية اللي بتحب تعيش حياتها بلا قيود وروتين والكلام ده كله. لو فكروا في حياتهم هتلاقي ان هم عندهم عادات معينة، رغم ان هو بيقولك انا ما بحبش الروتين، بس في حاجات معينة وعادات معينة بيعملوها كل يوم كل يوم كل يوم، فبيبقى التغيير صعب. لان في صلب التغيير هو كسر العادات السيئة والالتزام بعادات جديدة. ودماغنا مخنا في صراع يومي ما بين جانب عقلاني بيحسبها وبيفكر فيها وبيشوف فايدة كل عمل بنعمله، وجانب متهور، ومش بس كده، ده متهور وجامد لا يحب التغيير، وكأن في ازدواجية ما بين الأبيض والأسود، مساحة كده رمادية اللون. وده غريب قوي، لأن مخنا لو شفتوا تشريح مخنا تلاقوه بيتكون من مادة رمادية اللون متجعدة، فكأنها بتعكس هذه الازدواجية. وفي كتاب قريته اسمه سويتش، سويتش عارفين زي الكوبس الكهرباء، افتح الكوبس نزل الكوبس سويتش يعني اتغير، غير شيء من حالة إلى حالة، تحول من حالة إلى حالة. فالكاتبين اللي كتبوا الكتاب عملوا زي انالوجي كده للمخ، كأن مخنا فيه فيل وفارس. الفيل زي الفيل الحقيقي فعلا، عنيد ما بينساش ابدا، ما ينفعش تتفاهم معاه، يعني لا يحب التغيير ولا يقبله. بينما بقى الفارس القائد هو بقى المتميز بالعقلانية، بيفكر في الاتجاه الصحيح ويحاول كده ايه كل شوية يزقنا للاتجاه الصحيح. فازاي بقى ان احنا نحاول نخلي هذا الفارس المغوار القائد يقود الفيل العنيد الغير قابل للتغيير لطريق اللي احنا عايزينه؟ هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. أول خطوة لكسر العادات السيئة وتبني عادات كويسة إن يكون لينا اتجاه واضح في الحياة. أنا عايز إيه؟ وكتير مننا بيعاني من ده، بنبقى مش عارفين إحنا عايزين إيه. ليه بقى؟ لأن إحنا بصراحة بنكلكع على الاختيارات. الحياة بسيطة على فكرة، برغم كل المعارك والصراعات والسعي للعمل وكسب العيش والولاد اللي هنصرف عليهم والدراسة الصعبة والمواد الغريبة اللي بيدوها لنا في الكلية وكل الكلام ده، إلى إن الحياة أبسط مما نتخيل وإحنا اللي بنكلكعها. فلما نحط خياراتنا في الجامعة مثلا، أنا طالب في الجامعة، إيه الاختيارات اللي قدامي؟ بسيطة، ينجح يسقط. أنا زوجة، إيه الاختيارات اللي قدامي؟ برضو بسيطة، يخلي زواجي ناجح وأسعد، يا إما أخلي زواجي فاشل وأفضل تعيسة طول حياتي. أنا في العمل، ايه الاختيارات اللي قدامي؟ اختيارين، يفضل مكاني محلك سر، يا اترقى واكبر وانال الترقيات ويبقى ليا قدر. فلما نبسط الاختيارات ببساطة كده هنقدر يعني نحدد الاتجاه، نعمل لينا بوصلة
ولما يبقى في عادة معينة أو فعل معين أو نشاط معين بنعمله، يبقى السؤال بسيط: يا ترى ده اللي أنا بعمله ده يخليني أنجح في الكلية ولا أسقط فيها؟ يا ترى هذا الفعل هيسبب سعادة ليا في زواجي ولا هينغص عيشتي؟ يا ترى اللي أنا بعمله ده هيساهم في أن أنا أترقى في الشركة اللي أنا بشتغل فيها ولا هيخليني محل أكسر؟ فبالتالي لما نبسط الاختيارات، أقول لكم كمان مثل أبسط وأبسط من كده. من ضمن النصايح اللي دايما بيقولوها لنا: كل أكل صحي. أنا نفسي بقول لكم كل أكل صحي، كل أكل صحي. يعني إيه؟ أكل إيه طيب؟ يعني أعمل إيه؟ يعني لما أجي مثلا أقول لكم المرة الجاية اللي بدل ما تشتروا سمنة مهدرجة اشتروا سمنة بلدي أو زيت زيتون، هنا الموضوع بقى سهل. انا نازل عند البقال هشتري سمنة، بدل ما ايدي تروح للسمنة المهدرجة اللي بتضر صحتي، انا عارف الاختيار البديل: اشتري سمنة بلدي او اشتري مثلا زيت زيتون. فسهل ان احنا نتبع النصايح دي لو سهلناها قوي على مخنا، لان خلاص بقى في توقعات واضحه قدامي. اعرف اعمل ايه؟ اقعد اذاكر ولا اروح اقعد في الكافيه مع اصحابي؟ اقعد اذاكر ساعه ولا اقعد في الكافيه مع اصحابي ساعه؟ خلاص سهلتها، بسطتها، ما بقاش الموضوع مكلكع. ما انا لو ذاكرت ساعه هحل في الامتحان احسن، لكن لو قعدت مع اصحابي ساعه هضيع الوقت دوت. فبرضو نعمل موازنة ما بين الاختيارات، واللي هيسهل علينا ده ان احنا يكون لينا هدف واضح. انا مثلا لما كنت بكتب الكتاب، مع انه ما كانش اول كتاب بكتبه، لكن هو الكتاب الاولاني كان كتاب مهني عن الادارة، فكان اقرب للبحث. وكمان في رسائل الماجستير بتاعتي، ما هو رسالة الماجستير دي بتتحول لكتاب بعد كده، برضو بحث. ولكن الكتاب الأخير اللي هكلمكم عنه بعد رمضان إن شاء الله، خد مني مجهود كتير، لأني كنت بحاول استرجع مواقف من حياتي، فكان في تحدي فظيع. فعملت إيه؟ حددت اتجاهي. أنت عايزة إيه؟ عايز اكتب الكتاب، عايز اخلص هذا الكتاب. امتى؟ في شهر معين، في تاريخ معين. والكتاب ده هو تقريبا كم صفحة؟ كذا. عملت كذا وقسمته، فتوصلت ان انا لازم اكتب في هذا الكتاب عدد معين من الكلمات، وهو ده اللي خليته الهدف بتاعي. فاول حاجة ادي لنفسك اتجاه واضح، وتاني حاجة قسم الشغل لحتت صغيرة. كان في نكتة في عالم الإدارة والقيادة بيقول لك إيه؟ إزاي تاكل فيل؟ إزاي يأكل فيل؟ إزاي تاكل فيل؟ إيه بقى؟ إزاي يأكل فيل؟ One bite at a time. أطمة. أطمة هتلاقيه أكلت حاجة كبيرة قد الفيل. إزاي تتسلق جبل؟ في فترة من الفترات أولادي كانوا مهووسين بتسلق الجبال، فروحنا كلاب هنا هو لتسلق الجبال ويعلمهم. فكان دايما الكوتش بتاعهم يقول لهم: ما تبصش للجدار الطويل قوي ده، بص لتاني خطوة هتاخدها، هتحط رجلك فين؟ الخطوة اللي جاية هتحط رجلك فين؟ فنقسم الحاجة خطوة خطوة. الفيل بيبقى شايف التغيير ده جبل، الفيلة لا تتسلق الجبال، لازم يمشي على أرض ممهدة. لو جه قدامه جبل بيلف ويرجع تاني. ما بيتسلقش، لأنه شايف ان ده عائق كبير قوي قوي قوي،
مش قادر يقاومه. لكن مثلا شوفوا بقى اللي هي المعزة الجبلية الجميلة الحلوة دي اللي بتعيش على جبال وتطلع، وجبال ايه يعني سطحها قائم صعب جدا جدا اي حد يتسلقها، بتفكر بس في الخطوة اللي جاية والخطوة اللي جاية والخطوة اللي جاية. لما بنشوف امور حياتنا على انها جبل بنجمد في مكاننا زي الفيل لما بيجمد في مكانه، وبيعمل ايه؟ بيروح. ليه كانوا زمان بيستخدموه في الحرب؟ لانه لما كان بيجمد في مكانه كان صعب جدا زحزحته، فكان بيديهم حماية فظيعة. الحاجة التانية كمان ان هو لو حط راسه في حاجة في شيء، في جدار او في مركبة او حاجة، بيفضل متجمد في مكانه، عمره ما بيدفعها ما بيخليها تتقدم للأمام. فلازم ناخد خطوات صغيرة ونقسم اللي قدامنا ده لقطع صغيرة، زي ما أنا قسمت هذا الكتاب الكبير، بنتكلم على 60,000 كلمة 100,000 كلمة، قسمته لعدد صغير، فبقى سهل عليا النهاردة أركز على العدد الصغير اللي النهاردة بعمله. الناس مثلا اللي عندها ديون لأكتر من شخص يقولك إيه؟ ادفع الدين الأصغر الأول وتخلص منه، فبالتالي مجموع ديونك هيقل. روح لصاحب هذا الدين الكبير وقسط الدفع شوية شوية. لما نيجي مثلا هنعمل رسمة كبيرة، تبص تلاقي الفنان المبدع اللي هو لا يحب التغيير، تلاقيه كل يوم كل يوم يرسم شوية شوية في اللوحة بتاعته، ويرسم شوية شوية في اللوحة بتاعته، لغاية ما يجي مثلا بعد شهر ولا بعد شهرين تبقى اللوحة اكتملت وخلصت وجميلة ويحطها في المعرض. فتاني حاجة، نتخلص ازاي من عاداتنا السيئة؟ نحن نستبدلها بحاجة كويسة، والحاجة الكويسة دي تبقى خطوات صغيرة نعملها. أنا مثلا كسولة مثلا، أو أنا مثلا بضيع وقت كتير في الكلام في التليفون، أدخل حتة تانية، إن النهاردة هدخل نشاط تاني، مثلا هقرأ كتاب، هقرأ جزء في القرآن. فبالتالي اقسمها حتت حتت. انا كسولة بدل ما اقول انا عايزة انظف البيت ده كله، لا 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 لا، انا عايزة انظف الكورنر ده بس، انا عايز ارتب الدولاب ده بس، مش هرتب كل حاجة، هي دي بس الحتة اللي هركز عليها. الحاجة التالتة اللي هتساعدنا على التغيير وتساعد هذا القائد المغوار في عقلنا انه يقود هذا الفيل العنيد المقاوم للتغيير في الاتجاه اللي احنا عايزينه، بعد ما حددنا هذا الاتجاه وبعد ما قسمنا اللي احنا عايزين نعمله او اللي احنا عايزين نتخلص منه لحتت صغيرة، هو ان احنا نشرك الآخرين معانا. يعني ايه؟ احنا كائنات تحب الجماعة، واحنا كائنات مقلدة، وكائنات بتحب تنال الثناء من الآخرين. من واحنا صغيرين قوي كنا بنشوف، نبص في عينين بابانا ومامتنا امتى كده مبسوطين وفرحانين لما بنعمل حاجة، من اول خطوة اخدناها واحنا صغيرين ببيهات، اوه برافو برافو برافو، مش هتصدق عمور النهاردة عمل ايه، عمور اخد اول خطوة، وحسينا بالفرحة دي في صوت بابانا ومامتنا، اوه برافو برافو. فبما اننا كائنات مقلدة، يبقى نحيط نفسنا بناس لو قلدناهم يبقى كويس لينا، مش نحيط نفسنا بناس لو قلدناهم يبقى مصيبة لينا.
يبقى لو في جماعة حوالينا، لو في صحبة، لو في شلة من الأصحاب، نختار شلة كويسة، نختار شلة تدفعنا للأمام. لو في مجموعة صحاب بقابلهم، لو في زمايل في الشغل هوطد علاقتي بيهم، لو في جيران بيتجمعوا أقيم هذه الجماعة الأول وأقول يا ترى دول كويسين ليه ولا مش كويسين ليه. كمان نقول لهم نشرك الناس اللي احنا بنحبهم واللي عارفين انهم يتمنولنا الخير. والله انا قررت وعزمت الامر واستعنت بربنا سبحانه وتعالى ان انا هغير هذه العادة السيئة الوحشة في نفسي، عشان يبقى في حد يعني ايه، في الحساب الداخلي بيني وبين نفسي، وفي حساب ربنا سبحانه وتعالى اللي شايف ومطلع على كل شيء. والناس دول كمان يقولوا لنا ها ايه الاخبار، ماشي على الرجيم، بتنزل تروح الجيم، بتذاكر، بتعمل مش عارف ايه، بطلت تتفرج على الهباب الاسود المنيل بستين نيلة اللي بتتفرج عليه على اللابتوب بتاعك بالليل، ها ما بطلت اللعب الجيمز اللي بتاخد في وقتك. فهم كمان يبتدوا يحاسبونا، فنبقى بنتحاسب على ثلاث جهات: الجهة الداخلية، والجهة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، والناس دول كمان. ومهم قوي قوي ان احنا يكون لينا قدوة، والقدوة دي مش لازم تكون شخص من لحم ودم في حياتك، ممكن يكون شخص قريت عنه، شخص تعرفه، مثلا واحد من الشباب الجميلة بيقولي انا قدوتي جدي. قلت له يا كويس ان انت شفته، قال لي انا ما شفتوش، تتوفى قبل ما اموت، ولكن من الحاجات اللي بيحكوها اهلي واسرتي عنه حبيته قوي قوي قوي، فتخيلته وتخيلت صوته وتخيلته بيتكلم ازاي، ولما بتزنق قوي قوي في حاجة بحس ان روحه معايا وبتساعدني، هو اللي صنع قدوته. اللي احنا كائنات مقلدة، فشوفوا هذه القدوة اللي بنفكر فيها، الناس اللي بنعجب بيهم. بنعجب بيهم ليه؟ احيانا بنعجب بناس للاسباب الغلط. انا مثلا انسان خجول، اعجب بانسان تاني عشان هذا الانسان قوي وبيعرف يتكلم مع الناس والكلام ده. فنشوف احنا معجبين بالناس دول، هل لطابع فيهم ربنا خلقه فيهم، ولا لشيء بيعملوه مكتسب ممكن نعمله. لو معجبين بيهم عشان حاجة ربنا خلقها فيهم ما خلقهاش فينا، يبقى صعب قوي هنتغير، صعب اننا نتغير، ما ينفعش. ولكن لو معجبين بيهم عشان حاجات بيعملوها ممكن نتعلمها، مهارة نكتسبها، هنا ساعتها تفرق. هدف كبير قوي من اهداف البشر ان هم يزودوا انتاجية وكفاءة حياتهم. يعني ايه؟ يعني يعملوا احسن حاجة باقل مجهود واقل تكلفة، وننتج احسن انتاج في على مدار اليوم برضو باقل مجهود واقل تكلفة. هو ربنا خلقنا كده ومش عيب. حتى الناس اللي بتحب تشتغل 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 وما بتبطلش شغل طول اليوم، بتعمل ايه بقى؟ ايه السر بقى في الناس اللي انتاجيتها وكفاءتها عالية؟ لقيت ان السر ده هو الميني هابتس، او العادات الصغيرة، عادة صغيرة بتتعمل كل يوم كل يوم. اعمل بقى 30-40 عادة من هذه العادات الصغيرة، واو، زودت كفاءتك وحسنت انتاجيتك بشكل مرتفع جدا جدا. شلت بقى العادات السيئة الصغيرة دي، واو، شلت الهدر في حياتك. فطبعا يعني عارفين من زمان يقولوا لنا عشان اكتساب اي عادة حسنة محتاجين 21 يوم،
ورغم ان هذا الفكر طبعا ده كان طبيب جراح ماكسويل مالتس هو اللي قال لنا ان عشان نكتسب اي عادة كويسة ونشكل روتين جديد محتاجين 21 يوم ليتأصل هذا الروتين، لكن العلماء بحثوا بعد كده ولقوا ان لا، هذا العدد من الايام الفترة الزمنية دي بتختلف من شخص لشخص. هل الفيل اللي في دماغنا فيل صغنن ولا فيل كبير؟ لدرجة انه ممكن يصل الى 66 يوم عند بعض الاشخاص. عندنا مثلا في الإدارة ما أقدرش أحكم على أداء موظف إلا لما يقعد عندي مثلا 100 يوم أو 3 شهور عشان أقدر أشوف عاداته وأقدر أشوف هل هيتكيف ويتأقلم مع بيئة العمل اللي احنا حاطينه فيها. فخد بالك إن ممكن اكتساب عادة جديدة او التخلص من عادة قديمة ياخد اطول من 21 يوم اللي بيقولوا عليها، بشرط الالتزام اليومي بفعل هذه العادة والامتناع اليومي عن فعل العادة الوحشة. فاحسن حاجة ان احنا نقسم اليوم لمجموعة من الاعمال الصغيرة البسيطة. غسل السنين بياخد دقيقتين، الصلاة الصبح بتاخد 5 دقايق، قراية صفحة ممكن ياخد 5 دقايق، تنظيف كورنر صغير في البيت في 10 دقايق، حل مسألة واحدة بس من المسائل اللي مفروضة عليا 10 دقايق. لما نقسم الأمور حياتنا لهذه العادات الصغيرة، أنا أقدر ألتزم بكتابة 200 كلمة في اليوم، غير لما أقول أنا هكتب 1000 كلمة 2000 كلمة، غير لما أقول ده أنا لازم أكتب 60,000 كلمة. فقسموا هذه العادات وما تحطوش وقت محدد، أنا هقعد أعمل هذه العادة لمدة 2 أسبوع، لا خلاص أنا دخلت هذه العادة في حياتي خلاص بقى خليتها بقى open مفتوحة مش هغيرها. وده اللي هيخلينا نحقق big results. أهم حاجة في صنع هذه العادات الصغيرة إن احنا نختار العادات الصحيحة. يعني ما يعني كان في واحد بيقول انا لازم اشرب سيجارة بعد الاكل، هو ده اللي قاله. طب ما انت عارف ان السجاير مضرة على حياتك، تخليها عادة وتؤصلها في حياتك يوم بعد يوم. مثلا انا كنت فترة من الفترات عايزة اتعلم اسباني، فبقيت بربطها بحاجة تانية ان انا هدور على كلمة اسباني واحدة بس في اليوم، وحددت ما يسمى بمنشط العادة او كلمة سر او اشارة لما مخي يتلقاها. افتكر بنصحى من النوم الصبح ندخل الحمام وتلقائيا تلاقينا بنغسل وشنا، وتلقائيا تلاقينا بنغسل سناننا، وتلقائيا تلاقينا بنتوضى. ليه؟ لان دي في منشط لهذه المجموعة من العادات، كلمة سر إشارة هو دخولنا للحمام الصبح. في مثلا أنا بعد الغداء بحب أشرب شاي، كلنا 90% من المصريين بعد الغداء نحب نشرب شاي، عملناها عادة. طب أنا بقى هاخد شرب الشاي ده بقى بأن أنا هقرأ معايا صفحة من كتاب. فبقت كلمة السر أو الإشارة اللي داخل مخي الشاي، كل ما اشرب كوباية شاي اقرأ صفحة واحدة بس من كتاب. وكمان حاجة ظريفة قوي ان احنا نتتبع ادائنا، يعني في الحاجات المهمة قوي، يعني مثلا سي ان انا عايز اذاكر مثلا ساعة او ساعتين كل يوم، اروح كاتب في ورقة كده واعمل 30 مربع صغير 30 مربع صغير
مربع ورا مربع مربع ورا مربع، ودول الايام هقول لمده شهر انا هذاكر ساعه في اليوم، واربطها بحاجه تانية، انا هذاكر ساعه كل يوم بعد الغداء، بعد ما ماما تجهز الغداء واتغدى اقعد اذاكر ساعه، وبعد ما اذاكر الساعه اروح اشطب على المربع الصغير. كل ما الاقي المربعات بتتملي كل ما هحس بان انا قربت من الهدف اللي انا حاطه لنفسي، زي اللي بيبني جدار كبير عمره ما بيجيب الجدار ده كتله واحده، حتى لو هو كتله واحده بيتصنع في حته تانية حته حته ويجيبوه ينقلوه كتله واحده، فيبتدي يحطوا ايه طوبه ورا طوبه طوبه ورا طوبه، لوح خشب جنب لوح خشب جنب لوح خشب، اتبنى الجدار. عارفين زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، وده كمان نفس الوضع لنفسنا الامارة بالسوء. قلبنا جزء حيوي من حياتنا، هو اللي بيكون مركز شخصيتنا، هو بيكون مركز المشاعر والعاطفة، واغلب العادات والافعال اللي بنعملها في حياتنا بتبقى جاية من العاطفة. انا بحب اقعد مع اصحابي فممكن انسى نفسي، انا بحب اقعد اتكلم مع صديقاتي فممكن انم، انا بحب اشوف حاجة معينة فممكن اتفرج على حاجة وحشة، انا يعني بحب اتعصب. تخيلوا، اكتشفت ان في ناس بتحب تتعصب، وان العصبية دي بتديها احساس بالقوة واحساس بالسيطرة، فبالتالي بأذي مشاعر الناس اللي حواليا، واحيانا كمان بأذيهم جسديا. شوفوا احنا بنحب ايه، شوفوا كل واحد فينا بيحب ايه، وهل هذا الحب هيقوده لحاجة كويسة ولا حاجة وحشة. ونقول ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يحمي قلبنا، لان قلبنا وما نحبه هو اللي بيحدد مجرى حياتنا، هو اللي بينفرنا من عادة معينة، خلاص لا انا ما عدتش بحب الحاجة دي خلاص انا مش هعملها، وهو اللي بيحببنا في عادة تانية. يا الله يا رحمن يا رحيم، نحن بشر نصيب ونخطئ وندرك ان لينا عاداتنا السيئة، ربما نكون بنضيع اوقاتنا فيما لا يفيد وقد يضر. اللهم ساعدنا في كسر هذه العادات السيئة، ساعدنا على ضبط النفس لنكون عابدين مسبحين حامدين وشاكرين لك، لنكون عبادا أفضل، فلا تستبدلنا يا رب بمن هم خير منا. يا الله وجهنا، دلنا لطريقك المستقيم، قدنا لعالم مليء بالطمأنينة والسعادة والراحة النفسية، وادينا الإرادة والحكمة لنسير حياتنا وفق ما تحب وترضى. اللهم آمين. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد، وتعلمتوا منها شيء مفيد. أنا استمتعت جدا جدا بوجودي معاكم في هذا اللقاء الافتراضي، وأنا في بيتي وأنتم في بيوتكم، ومع ذلك جمعنا ربنا سبحانه وتعالى. واستفدت قوي 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 من الحاجات اللي انا قريتها والحاجات اللي انا تعلمتها وطبقتها، وبتمنى ان انتوا تحطوا الكلام اللي انا قلته لكم النهاردة في حيز التنفيذ. وياريت لو في شخص ممكن يستفيد من هذا الكلام في حياتكم، ياريت تبعتوله الفيديو وتخلوه يسمعه، سواء كبير او صغير، انا بحاول اسهل كلامي عشان يصل للجميع. واتكلموا معاهم واسألوهم واعرفوا منهم يا ترى ايه العادة السيئة
اللي ممكن يقلعوا عنها وانتوا تساعدوهم ازاي بدون الحاح، بدون التدخل في خصوصيات الاخرين، حتى لو الاخرين دول ولادنا. وياريت لو عجبتكم الحلقة تبدوا اعجابكم وتدوسوا لايك، ولو ما كنتوش لسه اشتركتم في القناة تشتركوا في القناة. اشوفكم بكرة ان شاء الله.